مرحبا، يعطيكم العافية. سلام للجميع، أهلا وسهلا فيكم في قناتي مرة ثانية. اليوم بدنا نحكي عن شغلات جديدة، شغلات غريبة. اللي ما متابع هاي القناة يعمل سبسكرايب هون أو هون، يقرأ جرس التنبيهات، وطبعا يعمل شير ولايك وكل الشغلات اللي بتحبوها إذا عجبتكم هذه القناة. إذا ما حضرتوا الفيديوهات اللي راحت والفيديوهات الجاي تابعوني، أكيد لازم تحضروها. وفي شغلة مهمة كتير 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 عم بحكيها، انه في اكثر من 70% من متابعين هاي القناة مش مشتركين في القناة وبتابعوا القناة، فاشتركوا عشان تدعموني. ويلا نبدأ اليوم. بدي اورجيكم موقع غريب هيك حلو، بورجيكم كيف الطيارات بتقدر تعمل تراك لحركة الطيارات الموجودة في العالم. شيء بسيط سهل، اسمه فلايت تراكر و تريدر سوري، وبعلمكم كيف انكم تشوفوا الطيارات وين رايحه وين جاي. بس حورجيكم شغلات غريبه عم بتصير في حركه الطيران لحول العالم، وخاصه احنا الان في وقت جائحه ولازم نخفف من مرحبا. هذا الموقع يعني من المواقع الجميله جدا، اسمه فلايت تراكرز. بتقدر تكتب رقم الرحله اللي انت بدك تعملها تراك وتشوفها وين هلا فعليا. شوفوا احنا هلأ الساعة طبعا عندنا يمكن 10 المساء، بس شوفوا الطيران، شوفوا الميدل ايست قديش طيارات فيه. لو بنروح على يوروب طيارات فيه اكتر شوية، روسيا تقريبا عادي، تشاينا كل الطيران تقريبا بتوجه، طلع 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 قديش هون الطيران. اوكي، لكن كل هذا كوم الهند، شايفين كيف كل هذا كوم افريقيا، يعني ارقام بسيطة. امريكا الجنوبية طيران يمكن 20 طيارة، كل هذا كوم وهاي البلد كوم. طلعوا يا جماعة يعني امريكا ما بعرف، كندا شوية برضو، بس امريكا يعني ولا كأنه في كورونا ولا كأنه في شيء. طلع طلع طيران يعني فيش في, في, في كل ملي في طياره. ف يعني مش عارف امتى بده يوقف الطيران، لكن هذا اكبر مثال انه ليش الان الولايات المتحده نمبر 1 في عدد المرضى في الكورونا. طلعوا هون فلوريدا كل الطيران ماشي عادي ولا كأنه في شيء للاسف. امريكان ايرلاينز مش متوقفة ولا يعني عادي ولا كأنه في اشي. فحبيت اورجيكم هذا الموقع اسمه again flight tracker، هذا هو، وممكن تروحوا عليه وتشوفوا بنفسكم الطيران الموجود حاليا. طلعوا سان دييغو مثلا قديش عندها هذا اللاكس اي ثينك تبعشي. فموقع جميل ممكن تراقبوا في الطيارات، بس هذا يثبت لكم انه قديش في للاسف اهمال من قبل امريكا في موضوع الكورونا فيروس. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.